من رسل الله أتعلم ومن الهادي خير معلم بكتاب الله وسنته صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم فأنا مسلم فأنا مسلم فأنا مسلم فأنا مسلم أنا أؤمن بالله ربي بيقيني لينور قلبي وأبر الأبوين بحبي ومطيعا لهما أتبسم فأنا مسلم فأنا مسلم فأنا مسلم فأنا مسلم أنا أصدق لله دوما وأسامح من أخطأ يوما وأقابل بالعفو الظلما فالمسلم حقا لا يظلم فالمسلم حقا لا يظلم وأنا مسلم وأنا مسلم وأنا مسلم وأنا مسلم وأشارك دوما أصحابي وأعاون كل الأحباب فالمسلم حقا إيجابي من شأنه ألا يستسلم من شأنه ألا يستسلم وأنا مسلم فأنا مسلم فأنا مسلم فأنا مسلم. باسل، سالي. نعم يا أبي. تعال يا، أريد أن أتحدث معكما في أمر هام. ما الأمر يا أبي؟ والدكما أخذ إجازة من عمله لمدة يوم واحد ويريد أن يقترح عليكما التنزه في أحد الأماكن، ولكنه ترك حرية المكان لكما. يوم واحد فقط؟ وهل يكفي يوم واحد يا أبي؟ معذرة يا أبنائي، ولكن أنتما تعلمان جيدا أنني أخذت إجازة لمدة أسبوع خلال الشهر الماضي، ولا يمكنني أخذ أكثر من يوم خلال هذا الشهر، لذا أريد منكما أن تختار المكان المفضل لكما لنستمتع بهذا اليوم سويا. أنا أريد أن أقضي هذا اليوم في مزرعة جدي وجدتي عند البقرة الحلوب. اختيار رائع يا سالي. وأنا أريد الذهاب إلى شاطئ البحر يا أبي. اقتراح جيد. حسنا، يمكنكما الجلوس معا ومناقشة الأمر، وسأنتظر أنا ووالدتكما القرار النهائي. ها؟ ما هذا؟ علي أن أجد حلا لهذه المشكلة. وجدتها، سأختار هذا الحل. أنا لا أريد الذهاب إلى مزرعة جدي. وأنا لا أريد الذهاب إلى شاطئ البحر. عليك أن تسمعي كلامي، فأنا أخوك الكبير وأعرف أكثر منك. لا، بل عليك أنت أن تسمع كلامي، فأنا أختك الصغيرة وعليك أن تأخذ باقتراحي. سنذهب إلى الشاطئ. لا، سنذهب للمزرعة. الشاطئ. المزرعة. أنا لن أتنازل عن رأيي من أجلك. وأنا كذلك. سأخبر أبي أننا سنذهب للشاطئ. لا لا، سنذهب إلى جدي وجداتي. كفى بكاء يا سالي، إننا لم نحدد حتى الآن. أمي، ألا تريدين الذهاب لجدي وجدتي؟ أنصتي قليلا يا سالي. وأنت يا باسل، أتصر على الذهاب إلى الشاطئ؟ لن أغير رأيي يا أبي، فسالي دائما تبكي على أي شيء تريده. يا سالي، شاطئ البحر جميل، وهناك ستلعبين بالرمل والماء. لا لا، أنا أريد الذهاب للبقرة الحلوب. كفى بكاء يا سالي، سنذهب إلى شاطئ البحر مهما تفعلي أو تبكي. لا، سنذهب إلى مزرعة جدي وجداتي. كيف تتحدث هكذا يا باسل؟ سنقضي جميعا الإجازة على شاطئ البحر. كيف تحدد بمفردك أين نقضي الإجازة؟ لقد نجحت في الامتحان، ومن حقي أن أحدد في أي مكان أريد أن أقضي الإجازة. وهل يصح أن تتحدث بهذا الأسلوب؟ لن أتكلم مع أحد. باسل، باسل. كيف لا تجيب نداء والدك؟ وكيف تذهب إلى حجرتك ووالدك ما زال يتحدث معك؟ هذا ما حدث، فأنا لا أريد الحديث معكم. لن نذهب لأي مكان حتى يتعلم باسل أدب الحوار مع الآخرين. ها؟
لقد أخطأت، ليتني لم أفعل ذلك. حسنا، سأجرب حلا آخر. لا، أنا لا أريد الذهاب إلى مزرعة جدي. وأنا لا أريد الذهاب إلى شاطئ البحر. عليك أن تسمعي كلامي، فأنا أخوك الكبير وأعرف أكثر منك. لا، بل عليك أنت أن تسمع كلامي، فأنا أختك الصغيرة وعليك أن تأخذ باقتراحي. سنذهب إلى الشاطئ. لا، سنذهب للمزرعة. الشاطئ. المزرعة. أنا لن أتنازل عن رأيي من أجلك. أنت لا تريد الذهاب إلى المزرعة لأنك تخاف من البقرة. أليس كذلك؟ لا، أنا لا أخاف من شيء، وكلامك غير صحيح. بل صحيح، أنت تخاف من البقرة لأنك جبان. أنا لست بجبان، وإن لم تتوقفي عن قول هذه الأشياء سأضربك. أنقذيني يا أمي. ماذا يحدث؟ ماذا تفعل يا باسل؟ يريد أن يضربني يا أبي. ماذا تقولين؟ بل هي من قالت إنني جبان وأنا لم أفعل لها شيئا. أهكذا يكون الحوار بينكما؟ أنتما بالفعل بحاجة إلى عقاب شديد. خير عقاب لكما هو عدم الذهاب لأي مكان. لقد أخطأت مرة ثانية. إذن سأجرب هذا الحل. بعد إذنكما يا أبي ويا أمي، أنا وسالي سوف نحدد معا أين نقضي إجازتنا. هيا قررا وأخبراني أنا ووالدتكما. لقد اخترت الذهاب إلى جدي وجدتي. سالي تعالي معي. إلى أين؟ إلى حجرتنا لنتحدث معا ونختار إلى أي مكان نذهب دون أن نغضب من بعضنا. باسل، إذا أقنعتك توافقني على رأيي؟ موافق جدا، وأنا أيضا إذا أقنعتك برأيي توافقين عليه؟ اتفقنا. البحر لا نذهب إليه إلا في فصل الصيف، لكن جدي وجدتي نستطيع أن نذهب إليهما في أي وقت نريد. وأنت تعرف أن أبي لا يمكنه أخذ المزيد من الإجازات من عمله مرة أخرى، فكيف سنذهب لجدي وجدتي بعد ذلك؟ نستطيع أن نذهب لجدي وجدتي في يوم العطلة الأسبوعية. العطلة الأسبوعية يوم واحد، وأنا أريد أن أقضي أياما كثيرة في مزرعة جدي وجدتي. نستطيع أن نطلب من أبي أن نظل هناك عدة أيام، ويعود أبي لعمله، وبالطبع أبي لن يرفض. ولماذا لا نذهب أولا لجدي وجدتي في هذا الأسبوع، ثم بعد ذلك نذهب لشاطئ البحر في يوم العطلة، ونستأذن أبي أن نظل هناك عدة أيام؟ لأن أبي لن يقبل أن يتركنا هناك بمفردنا، لكن يستطيع أن يتركنا مع جدنا وجدتنا. ولا تنسي أننا سنلعب بالرمل والماء على الشاطئ. لقد أقنعتني يا باسل، واشتقت للعب بالماء ورمال الشاطئ. هل اتفقنا الآن؟ اتفقنا. أبي، أمي، لقد قررنا أين سنقضي الإجازة. هل اتفقتما على مكان واحد؟ نعم. هيا أخبرونا به. سنذهب إلى شاطئ البحر. إنه الحل المناسب. من رسل الله يتعلم، ومن الهادي خير معلم، بكتاب الله وسنته صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. فأنا مسلم فأنا مسلم، فأنا مسلم فأنا مسلم. أنا أؤمن بالله ربي بيقيني لينور قلبي، وأبر الأبوين بحبي، ومطيعا لهما أتبسم، ومطيعا لهما تبسم. فأنا مسلم فأنا مسلم، فأنا مسلم فأنا مسلم. أنا أصدق لله دوما، وأسامح من أخطأ يوما،
يوما وأقابل بالعفو الظلما فالمسلم حقا لا يظلم فالمسلم حقا لا يظلم وأنا مسلم وأنا مسلم وأنا مسلم وأنا مسلم وأشارك دوما أصحابي وأعاون كل الأحباب فالمسلم حقا إيجابي من شأنه ألا يستسلم من شأنه ألا يستسلم وأنا مسلم فأنا مسلم فأنا مسلم فأنا مسلم